مش كده خالص. الله ينور عليك يا كابتن. وعايز اقول لحضراتكم ان احنا كنا بقدر الاستطاعه ايضا مع ابطال اليد للسيدات، ولكن احنا زي ما حضراتكم عارفين كان نفسنا نذيع المباراه، كان نفسنا نكون معاهم، ولكن هي يعني محتاجين طبعا اكيد موافقات من الاتحاد، وده يمكن هو اللي بيعطلنا شويه ان احنا ما نكونش معاهم. ولكن بعد المباراه كنا مع بطلات اليد وسجلنا معاهم لقاءات كثيره، وده حقهم كابطال. خلينا نتفرج على اللقاءات دي وارجع لحضراتكم. بطوله صعبه جدا، ربنا كرمنا بيها في بدايه المشوار بتاعنا. ان شاء الله دي اول بطوله عندنا، الدوري الاسبوع الجاي النهارده صفحه ان شاء الله، وبكره الناس تفرح النهارده وبكره، وان شاء الله من يوم السبت نقدر نركز على بطوله الدوري لان هي غايبه عندنا السنه اللي فاتت، ربنا يكرمنا بيها ان شاء الله. طبعا مش عايزه انسى حد، بجد انا بشكر مجلس اداره وبشكر الجهاز الفني وبشكر مدير النشاط الرياضي بجد على كل الجهد والتعب اللي هم تعبوه معانا كفئناهم. عايز اشكر كابتن زوله والجهاز الفني بجد لان هم تعبوا معانا، الحمد لله ان الله دي اجر من احسن عمل، الحمد لله ربنا كرمنا وتعبنا كتير. الفرقه السنه دي اتجمعت متاخر وكميه اصابات كانت مش خدمانه، عندنا ثلاثه مهمين قوي في الفرقه تصور، فربنا يكرمنا باللي جاي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك النادي الاهلي كله، مجلس اداره، نشاط رياضي، جماهير النادي الاهلي، فرقتي، الجهاز بتاعي. احنا بنشتغل من اول الموسم عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا في كل المسابقات المحليه، ربنا يكرمنا فيها ونكسب. تعبنا الحمد لله، كانت بدايه في بطوله الكاس جايه في توقيت مهم جدا، جايه ليله العيد زي ما بيقولوا، مع نادي الزمالك، والنتيجه الحمد لله مشرفه، نتيجه كبيره. ببارك للنادي الاهلي، مجلس اداره وجماهير ولعبتي طبعا تعبت جدا، والجهاز بتاعي طبعا بذل مجهود كبير. ان شاء الله رب العالمين عندنا اخر الاسبوع ده بطوله الدوري، ثلاث مباريات بامر الله، بامر الله برضه هنبذل اكتر حاجه عندنا عشان نفرح الناس ونكسب البطوله باذن الله. مبروك علينا، وان شاء الله دايما في بطولات النادي الاهلي. ان شاء الله اتمنى النهارده الفولي كمان ياخد البطوله، انا عارف هم كسبانين 2-1 دلوقتي، ان شاء الله تكمل على خير ونكسب البطوله باذن الله. مبروك جمهوري الاهلي وعيد سعيد. طبعا انا بهدي الفوز الكبير ده لجمهور النادي الاهلي، وشكرا انكم مساندينا ومعانا من اول الموسم، وطبعا الدعم بتاعكم وصل لنا وبهدلكم الفوز، والحمد لله كل حاجه تعبنا والحمد لله ربنا كرمنا، ولسه الموسم طويل وان شاء الله الموسم ده كله البطوله بتاعتنا الدوري وافريقيا ان شاء الله هنفرحكم. كل سنه طيبين. فوز مهم قوي لينا عشان احنا خسرنا طبعا السنه اللي فاتت كل حاجه، فان احنا نرجع كل حاجه السنه دي ده وعدنا الجمهور وعدنا للنادي، وان شاء الله يعني نوعدكم بالدوري وان شاء الله نعمل حاجه كبيره في افريقيا. دي كانت لقاءات طبعا بطلات كرة اليد اللي بنقول لهم ألف مبروك